وعشم كبير ان النهارده فوز فريق سموحه على الاهلي يكون رساله لباقي الفرق اللي بتترعش، اللي بتتخض، اللي بتتغطى في جلدها، اللي بتنزل قدام الاهلي عامله كده، لا والنبي يا اهلي، لا والنبي يا اهلي، كله عامل كده اهو، لا والنبي يا اهلي. اوعى تقول لا والنبي يا اهلي، العبوا كوره، ابداوا الغزو، ابداوا الهجوم، ما تخافوش، ابداوا الغزو وابداوا الهجوم وتعلموا، اتعلموا من سموحه. بلاش لا والنبي يا اهلي، بلاش الفرفره اللي انتوا فيها دي، بلاش الخوف ده، دي كوره، بلاش تنزلوا مستخبيين في جلدكو، العبوا كوره. النهارده سموحه والله العظيم طلع لسانه لباقي الفرق، الامور حلوه، ما تتخضش، ما تترعبش، الاهلي مش بعبع، الاهلي مش زومبي، الاهلي مش بيخوف، ان كل الفرقه نازله لا والنبي، لا والنبي يا اهلي، والنبي ما تضرب، والنبي ما تضرب، كله مخضوض، كله مرعوب، فاصبح البطوله بلا طعم بلا لون، كله نازل يقول لك انا نازل قدام الاهلي ماتش خسران، نازل خسران من قبل ما يلعب. رسالتي الاخيره للعيب لكل فرق الدوري المصري، اتعلموا من سموحه والزمالك. النهارده دي رساله، احنا لسه لينا بنطين، لسه عايزين نقطتين، لسه بندور على نقطتين عايزينهم. من سيتقمص شخصيه فريق سموحه والزمالك مره ثانيه؟ عايزين النقطتين دول يا رجاله، مين هيجيبهم؟ مين هيجيبهم؟ مين هيقول انا؟ مين هيرفع ايده؟ مين عمو اسلام يقول له برافو؟ والله العظيم اقسم بالله هشكرك من هنا لحد اخر الدوري، من هنا لحد اخر الدوري. فانا منتظر هذه الشخصيه الرائعه اللي مش هتجيب النقطتين تضيعهم بس، لا هتجيب لنا 3 بونص عشان فرق المواجهات المباشره لصالح النادي الاهلي. فاحنا نعتبر ان الفارق ما بين الاهلي والزمالك 3 بونتو مش نقطتين، الفارق ما بين الاهلي والزمالك قول 3 بونتو، فاحنا عايزين خساره كمان. هل من بطل جديد في هذا الدوري؟ ده السؤال، سؤال يطرح نفسه. هل من بطل جديد؟ عايز اسمع صوت بطل جديد. هل من بطل جديد لهذا الدوري؟ هل من شخصيه قويه تقف ند تو ند للنادي الاهلي، ولا الدنيا هتفضل شفافه، ولا الدنيا هتفضل فاضيه؟ هل من بطل؟ بنادي على كل فرق الدوري، مين قال انا؟ مين رفع صباعه؟ مين قال عينيا؟ انا منتظر 3 بونتو كمان عشان نثبت ان الدوري ده قوي، نثبت ان كل الفرق قادره، مش كل الفرق بتتفرج. فانا منتظر اشوف مين سيتقمص شخصية الزمالك واسموحة مرة تانية، منتظر هذا البطل اللي يرفع ايده ويقول لي انا يا عم اسلام، انا يا انكل اسلام، انا منتظر. جاري البحث عن فريق مثل اسموحة، دماغها تقعد تجيب مين الفريق اللي زي اسموحة، لان في لسه نقطتين، لسه في نقطتين. يا ترى مين سيتقمص شخصية الزمالك للمرة التانية؟ سموحة تقمصتها النهاردة، هنلاقي يا ترى فريق تاني؟ يا ترى هل يا ترى هنلاقي فريق تاني يا ترى يتعامل بنفس سياسة الزمالك واسموحة ويقف ند تو ند قدام النادي الاهلي، ولا الاهلي هيفلق بالنقطتين دول وياخد الدوري؟ ما هو وارد، لو الدنيا شفافه، لو الدنيا فاضيه، مش هنلاقي فريق تاني يقف ند تو ند، الاهلي ممكن يفوز بالدوري بفرق النقطتين دول. لكن لو النهارده الفرقه اتحرجت وعرفت انها كوره وكله وقف ند تو ند ولعبته برجوله وبلاش نظام لا والنبي يا اهلي، اصل احنا خايفين، اصل احنا مرعوبين، يا ساتر يا رب، العبوا كوره، العبوا كوره ما تخافوش، ابداوا الهجوم وسيبوها على الله، ابداوا الهجوم وربك يسهلها، العبوا كوره وربنا والله هتطلع احلى حاجه، احلى حاجه، اجمل حاجه. ما احنا قلناها قبل كده يا جماعه، الزمالك الوحيد اللي بينزل بطل لبطل، ند تو ند، اسد لاسد، وباقي الفرق بتنزل عامله كده اهو، عامله كده اهو. الاهلي يا لهوي يا لهوي، ما هقف قدام الاهلي بيتخضوا مرعوشين مخضوضين، تيجي تسالهم تقول لهم مالكوا؟ مفيش اي سبب، هم مخضوضين، ينزلوا قدام تيشيرت الاهلي مرعوبين مخضوضين بدون اي اسباب. لما صدقوا نفسهم النهارده فريق سموحه وقف ند تو ند للنادي الاهلي كسب، دي الكوره، محدش يقنعني ان دي حاجه تانية غير الكوره، دي كره القدم الطبيعيه، دي كرة القدم الحقيقية، ده الدوري الحقيقي اللي بيفهمكم لازم الحكام تساعد والاهلي يفوز بكل الماتشات، ده قال لكم كرة غلط، اللي فهمكم ان الاهلي يجري زي المجري ياخد كل الماتشات غسيل ومكوى ويكسب كل الفرق والحكام تساعده، ده ضحك عليكم، ده الدوري الطبيعي، دي المنافسة الحقيقية، دي الفرق اللي المفروض يكون لها دور، دي الفرق اللي المفروض يكون لها دور، مش تيشيرتات نازلة فاضية، مش تيشيرتات نازلة مخضوضة مرعوبة مقلقة، دي كرة القدم، وأنا أعشق كرة القدم، إن في فرق تقدر إنها توقف الأهلي وتعطله. خدوا بالكم يا جماعة، الفارق بيننا وبين الأهلي كام نقطة؟ 5 بونت، منهم 3 اللي خدوا مننا الدور الأولاني ونقطتين راحوا لما إحنا تعادلنا معاهم الدور التاني كنا ممكن نكسبهم، يعني أنت بتتكلم في فقدان 5 بونت مع الزمالك، مع الزمالك. فهو لما الأهلي يوقع الزمالك أو العكس صحيح، خلاص مفيش فرقة تانية تعرف توقف، الدنيا شفافة، الدنيا شفافة. فلذلك اللي حصل النهاردة ده هو الطبيعي والعدل والواقع لكرة القدم اللي أنا بعشقها وأتمناها
وفريق سموحه النهارده في ثوب الزمالك يثبت ان الكره بخير، ولسه عندنا فرق محترمه، ولسه عندنا منافسه رائعه، والملكي حامل لقب الدوري يعود للصوره الطبيعيه لمكانته الموقعه.